هو ده المكان اللي سبتي بيتك علشانه؟ تعرفتي مكاني منين؟ سألت خالتك وقالت لي ان انتي طلبتي منها رقم سمسار. كلمت السمسار وقال لي على عنوان الشقة. ما تتعبيش نفسك، انا مش راجعه ولا البيت ولا الشركة. ليه بقى مش راجعه الشركة؟ ناوية تتطلقي مني زي ما انتي عايزة تتطلقي من علاء؟ انا عارفة انتي ليه مش عايزاني اتطلق من علاء، خايفة الناس يعرفوا ان انتي السبب. انا عمري ما هكون السبب في خراب بيتك، خصوصا وانا اللي ضحيت زمان عشان انتي تعملي البيت ده. يا ريتك ما ضحيتي يا شيخ، يا ريتك ما ضحيتي، كنتي سيبيني ما كملش جامعتي واصرف انا على نفسي واشتغل. اه صحيح ما كانش هيبقى عندي لا وظيفه ولا شركه ولا بيت ولا اي حاجه، بس ما كنتش هنام في سرير جنب جوزي ويحلم باختي. داليا كل دي اوهام في دماغك انتي بس. دي الحقيقه الوحيده اللي انا متاكده منها قوي. علاء مش غيران عليا زي ما انتي فاهمه، علاء بس خايف حد اتجوزه يكوش على فلوسي اللي هو اصلا عينه عليها. انتي اللي طمعتيه فيكي. انا كبرته عشانك انتي. انتي اللي استغلتي فقره وخليتيه يشاركك في النصب على اهل جوزك. انا نصابه يا داليا؟ بعد كل اللي عملته علشانك تقولي عليا نصابه؟ انا مش عايزه منك حاجه. وبعدين انتي عملتي لي ايه؟ علاء اللي جوزتهولي ده خلاص هنتطلق. البيت اللي جبتهولي انا مشيت منه. الشركة اللي انتي معيناني فيها اللي هي شركتك خلاص انا بلم حاجتي منها وماشية. اتفضلي. اتفضلي. ده مكتب مدير الحسابات. هشتغل معاه؟ لا هتشتغل بداله لغايه ما يرجع من السفر. هبدا مدير مره واحده؟ هو بنفسه هيفهمك كل حاجه وكلنا معاك. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، يا رب اكون قد الثقه دي. قدها اكتر يا عيسى. ده الملف بتاعي، انا عملت اخلاء طرف من عند مها الغزالي. مها عرفت ان انت هتكون معانا؟ لا. وافقت تديكي الملف كده بسهولة؟ أيوة. أصلي أصل إيه؟ مفيش، أنا قلت لها مش هينفع أكمل معاكم. أنت مخبي عليا حاجة يا عيسى؟ لا طبعا. عامة مها لازم تعرف إن أنت هتكون معانا. أكيد. خد بالك مها مش سهلة خالص، ومحدش عارف يحميك منها غيري. طيب شكلك واقع معايا في مشكلة كبيرة. عامة لو حبيت تتكلم أي وقت هتلاقيني موجودة. إن شاء الله. طبعا أنا مش عايزة أي حاجة تاخدك من الشغل هنا. أنا تحديت ياسر والكل، وعايزاك تخليني أكسب الرهان. أوعدك يا فندم. باي ذا واي ده المكتب بتاعك. عيسى عاوزاك تعدي عليا قبل ما تمشي، هصرف لك مرتب شهري. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كده كتير قوي. مفيش حاجه كتير عليك. عيسى كلمني عنك، قولي لي بقى ليه عايزه تطلعي؟ مش قادره اقعد معاه ومش قادره ابص في وشه. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 3 سنين. مفيش اولاد؟ لا، كنا مأجلين الخلفة علشان كنا عايزين نشبع من بعض. على كده انتوا متجوزين عن حب؟ راح فين الحب ده بقى؟ راح تحت رجليها. هي مين؟ اللي خدني معاها. يعني انت متأكدة ان هو بيخونك؟ هل شفتيهم مع بعض؟ هو يعني لازم يخوني بجسمه؟ تقصد يعني ان هو كان بيخونك بعواطفه وحبها؟ هي ممكن تكون مش بتحبه ومش بتفكر فيه اصلا، بس محتاجة في حياتها.
هل تعرفيها كويس؟ أي صاحبتك، قريبتك مثلا؟ هو انت بتسأل اسئله كتير ملهاش معنى ليه؟ ما تديني ده وانا عايزه انام. هو انت كنت جايه لي عشان تنامي ولا جايه لي عشان اعالجك؟ هو انت عشان تعالجني لازم تعرف عني كل حاجه؟ طبعا، ولازم تعرفي ان اي حاجه هتقوليها لي مش هتخرج بره الباب ده. وانا مش هقول لك عني حاجه تاني ومش هتشوف وشي تاني. أم الشنطة. وبعدين بقى يعني افهم من كده ان انت مع كل مرتب تخرجني خروجه حلوه زي دي؟ انا عايزك تطلبي كل اللي نفسك فيه. انا المره دي قابض مرتبين مش مرتب واحد. ماشي. البت رانيا دي شكلها جدع قوي. جدع ولا عينيها منك؟ يا دي النيله، خلصنا من قصه مها، هنمسك في قصه رانيا. دي اخت صاحب الشركه، يعني مستحيل تبص لواحد زي هي فين وانا فين. هي بس كل الحكايه انها مستجدعاني عشان انا انقذت اخوها. طيب يا سيدي، طالما جدع ومستجدعاك كانت سلفتك ال 10,000 اللي مها ماسكاهم عليك وخصمتهم من اول مرتب. والله يا ساره كانت على طرف لساني، بس زي ما تقولي كده كرامتي ناحت عليا واتكسفت اطلبهم منها. خلاص يبقى تسيبني ادور على شغل تاني. يا عيسى ما هو انا لازم اساعدك، احنا علينا ديون كتير غير ال 10,000 دول. يا دي قصه الديون، هو احنا ما وراناش غير الموضوع ده؟ هو انت ليه بتهرب من سيره الشغل؟ قولي بقى كده، الموضوع مش قصه ديون. انت زهقتي من قعده البيت. الله، طب وفيها ايه طيب؟ يعني ايه المشكله لما اسلي نفسي وفي نفس الوقت اجيب فلوس؟ ماشي، بس المره دي انا اللي هدور لك على شغل عن طريقي. كفايه علينا اللي حصل لنا من ورا زفت شاكر عرموز ده. اشرب العصير. جريه يا جماعه، ما يصحش كده. وانا داخل منطقه عسكريه ولا ايه؟ معلش يا فندم، تعليمات امنيه. امنيه ايه وبتاع ايه؟ ده انت ناقص تسحب الرخص مني يا راجل. احنا اسفين لحضرتك يا فندم. خلاص يا ابني خلاص. معلش يا مختار بيه. ايه ده، ما يصحش كده، ايه اللي بيحصل ده؟ معلش احنا اسفين حضرتك. ده شويه شويه كانوا هيفتشوني تفتيش ذاتي. لا لا مش للدرجه دي، الشباب بس لسه جداد ما يعرفوش كل الناس اللي بتيجي الفيلا. اتفضل دخلوا عربيه البيشي جوه. الله العظيم يا رب. المهم طمني عليك انت. الحمد لله. رانيا قالت لي ان مامتك مش موجوده في البيت. ايوه، انا فاكر ان حضرتك جاي عشان ترجعها المطعم. لا المطعم ايه، انا جاي لك في موضوع اكبر من كده واهم من كده بكتير. يا رب خير. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف ان انا ووالدك كنا اصدقاء قريبين جدا من بعض، وفي الحقيقه هو كان وصاني عليكم قبل ما يموت، واتمنى ان انا اكون قمت بدوري على اكمل وجه. كتر خيرك. بكره لما تكبر وتبقى في سني وتبقى محتاج حد ياخد بايدك ويونسك ويكمل احلامك اللي لسه فضلك في الدنيا، هتحس بتعرف الكلام اللي انا بقوله كويس. في الحقيقه انا دورت ستات كتير قوي اعرفهم بس ما لقيتش احن من والدتك. بص بقى، من غير لا لف ولا دوران انا جاي اطلب ايد والدتك منك. أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. لا أنا مش عاوزك تقول حاجة، أنا عاوزك تسألها الأول. أسأل مين؟ والدتي؟ هو من الواضح إن أنتوا كده بقى شكلكم متفقين. لا لا لا، إحنا مش متفقين ولا حاجة، أنت حتى هي ما تعرفش إن أنا جاي أكلم معاك في أي حاجة، بس اللي أنا متأكد منه إن هي كمان محتاجة حد يونسها ويقضي معاها بقية حياتها، خصوصًا إن أنت وأختك طول الوقت في الشغل. وهي طول الوقت قاعدة لوحدها في البيت. أنت بتتكلم جد؟ كان عندك حق يا سلمى. يارا رفضت تقعد مع أي حد غيرك. أنا ما كنتش هوافق تقعد مع حد غيري أصلاً. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا سلمى. أنا اللي مش عارفة أشكرك إزاي. يارا هتونسني وتسليني لحد ما ترجعوا. صح يا يارا؟ صح يا سلمى. طيب. دي الشنط بتاعتها، وانا اتفقت مع اتوبيس المدرسه يجي ياخدها من هنا. انا هطلعها كل يوم للباص بايديا وهرجع من الشغل بدري واقعد معاها. حبيبتي خلي بالك من نفسك، اوكي؟ ونسمع كلام طنط سلمى. بحبك.
انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سلمى. خدي بالك منها يا سلمى والنبي. خلي بالك من نفسك، انت عارفه انا بحبك قد ايه. يلا حبيبتي يلا قومي يلا بينا، عندنا طياره لازم نلحقها. باي يا سلمى. يلا بينا خشي. يلا يا حبيبتي يلا، معلش لازم نسافر. يلا بينا. باي يا حبيبتي. الفايل اللي فيه كل الاوراق اللي لازم تمضيها لغايه ما ترجع الشركه. طيب اقعدي شويه عشان عايزك. في ايه؟ تخيلي انكل مختار جالي وطلب ايد ماما للجواز. ايه ده؟ شكلك ما استغربتيش ولا حاجه. هو انا كنت عارفه انه هيجي لك بس ما كنتش فاكره انه بسرعه قوي كده. اوكي. لا بس هو باين عليه مستعجل. انت قلت له ايه؟ لا لسه ما قلتلوش اي حاجه. مامي عرفت؟ بصراحه مش عارف ازاي هيجي لي الجرأه واتكلم معاها في موضوع زي ده. تحب انا اكلمها؟ مش هتفرق كتير. المهم نفكر ونتفق هنرد نقول له ايه. هنرد عليه باللي ماما هترد بيه. لا هما اكيد متفقين ومظبطين كل حاجه، لان عمره ما هيجي له الجرأه والشجاعه انه يكلمني كده من غير ما يرجع لها. ياسر انت اصلا عندك مشكله ان ماما تتجوز انكل مختار؟ اكيد طبعا، انكل مختار او غيره اكيد يعني مش وافق ان حد يجي هنا البيت مكان ابويا. وبعدين يا ريت بقى انت كمان تبلغيها ان هو جه وكلمني في الموضوع، وبلغيها كمان ان انا مش موافق خالص.